الله الرحمن الرحيم. استاذ احمد انا بشكرك وكلاني والمجموعه كلها، وعايز اقول لكم ان احنا محتاجين اللي انتوا عملتوه ده. لو طلع حتى مسلسلات، كل مسلسل 5 حلقات لكل شخصيه من الشخصيات اللي انتوا ذكرتوها دي، هتعرفوا الناس قد ايه ان البلد دي كان طول عمرها يعني بيقولوا ولاده للابطال وللرجال اللي الظروف قدمتهم، بس الناس ما تعرفهمش، وان كانت عرفتهم ساعتها ما تعرفهمش دلوقتي. فاتصور ان احنا محتاجين نطلع الشخصيات ديت بالشكل اللي يليق بيها، مش لازم بمسلسل طويل يعني ياخد مده طويله، لكن يعني فقره حتى كده 5 حلقات لكل شخصيه والدراما تشتغل فيها وتقدم من الصوره اللي احنا محتاجين، مش نحسنها، نحافظ على حسنها. الصورة اللي احنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطاع ده، لأنه هو مصري، واللي احنا كان محاولة كبيرة جدا اتعملت خلال السنين اللي فاتت، واللي كان آخرها من 10 سنين ولا أكتر، كان الهدم كان هدفه حاجة واحدة، إن الجناح ده ما بقاش موجود عشان البلد تتاخد. هو كده للي عايز يعرف، نكسر الشرطة ليه؟ عشان ناخد البلد. نكسر الجيش ليه؟ عشان ناخد البلد أو نضيعها. شكرا جزيلا، متشكرين. شكرا جزيلا.